مرحبا أصدقائي في حلقة جديدة من برنامجكم لنتعلم مع مريم. محور حلقتنا لليوم هو إشارات ملتقيات الطرق، فابقوا معنا للتعرف على هذه الإشارات. قبل أن نبدأ فقرة كويز، أتوجه بالتحية لضيفي علي ورضا، أهلا بكما. شكرا مريم. شكرا مريم. العفو، أأنتما مستعدان؟ نعم. نعم. إذا لنبدأ، كيف ستتصرف كسائق عند وجودك في ملتقى الطرق بدون وجود علامات تشوير؟ 1- تمنح الأسبقية لليسار، 2- تمنح الأسبقية لليمين. إجابتك رضا؟ الجواب الثاني. إجابتك علي؟ الجواب الأول. أحسنت، جوابك صحيح، تمنح الأسبقية لليمين. والآن سننتقل للسؤال الثاني وآخر سؤال في فقرة كويز، يقول: من بين العلامات المعروضة على الشاشة أمامكم، ما هي العلامة التي تدل على أن المدار إجباري؟ جوابك رضا؟ الثانية. جوابك علي؟ الثانية. أحسنتما، إجابتكما صحيحة، العلامة الثانية هي التي تدل على أن المدار إجباري. والآن سنمر إلى فقرة الموالية، فقرة أين المخالفة؟ ابقوا معنا. في فقرة أين المخالفة؟ عليكما التعرف على المخالفة التي ستظهر في المقطع التالي، أمستعدان؟ نعم. نعم. إذن لنشاهد. شاهدنا الفيديو، ما هي المخالفة في نظرك رضا؟ لنتعرف على المخالفة. ما هي المخالفة في نظرك علي؟ السيارة البرتقالية لم تحترم علامة قف. نعم أحسنت تماما، المخالفة هي أن السيارة لم تحترم علامة قف. سنعود لنشاهد الفيديو، لكن هذه المرة سنشاهد السلوك السليم المفترض للسائق. تماما أصدقائي، يجب على السائق أن يحترم علامة قف بتسجيل وقوفه وأن يكمل السير بعد التأكد من خلو الطريق من العربات. في حلقة اليوم تعلمنا أنه في حالة غياب التشوير في ملتقى الطرقات، فالقاعدة المتبعة تقول: الأسبقية لليمين. وعند وجود علامات التشوير فهي تدل على القواعد الواجب علينا اتباعها حفاظا على سلامتنا. ومن هذه العلامات: علامة قف، طريق ذات أولوية، مدار إجباري، ملتقى الطرق، الأسبقية لليمين. في الختام أود أن أشكر صديقي رضا وعلي على مشاركتهما معنا في هذه الحلقة. أشكرك على الدعوة. شكرا على الدعوة. عفوا. وأنتم مشاهدين كونوا دائما على حذر، في أمان الله.